بسم الله الرحمن الرحيم. بتوجيه مباشر من معالي السيد وزير الموارد المائية باشرت ملاكاتنا الفنية ولحفر 35 بير كوجبة ثالثة من آبار بساتين بدرة التي أهملت لفترة طويلة، وبسبب جفاف نهر قلال بدرة فقد باشرنا بحفر وتنفيذ آبار عدد 35 قد يتجاوز هذا العدد مستقبلا للبساتين التي لم يتم تنفيذ آبار فيها في الوجبتين السابقتين الأولى والثانية، وهذه الوجبة الثالثة إن شاء الله سنبدأ بتنفيذ هذه المواقع للبساتين اللي محتاجة الآبار. وقد تم حفر لحد الآن بئرين، وهذا الفحص للبئر الثاني، والآن احنا جاهزين لتنفيذ بقية المواقع. احنا سابقا نفذنا 93 بير للبساتين، لكن بعض البساتين كانت يعني غير مروية لسبب صعوبة الدخول لآلياتنا في هذه المواقع، بسبب يعني صعوبة الطرق اللي تؤدي إلى المواقع الداخلية للبساتين، وقد أهملت منذ فترة طويلة بسبب جفاف نهر قلال بدرة، مما حدا بالجهات المعنية للحصول على موافقات أصولية من أمانة العامة لمجلس الوزراء سابقا، وحصول موافقة السيد الوزير بعد زيارته لقضاء بدرة في أزمة الفيضان، وطلب المواطنين من السيد الوزير بتنفيذ آبار للمواقع اللي لم يتم تنفيذ لها آبار سابقا، ونحن الآن بصدد تنفيذ الوجبة الثالثة من الآبار واللي مثل ما ذكرت عددها 35 بير وقابلة للزيادة. هذه الآبار ستجهز بكافة مستلزماتها من المواد اللي تحتاجها من أنابيب وحصى وغاز ونصب طواقم ضخ عليها بعد إنجاز فحصها من الهيئة العامة للمياه الجوفية فرع واسط.